إلغاء تفعيل استخدام OpenSell على حسابك الخاص لاين. اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها لإلغاء تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص لاين. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على علامة الإعدادات أو الستين، ثم بعد ذلك سوف يأخذنا مباشرة إلى نافذة الإعدادات. في هذه النافذة نقوم بالنزول إلى الأسفل، نأتي إلى المكالمات نقوم بالضغط عليها، بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة المكالمات نقوم بالضغط على إعداد المكالمات المتقدمة، ثم نأتي إلى استخدام OpenSell. هنا نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال الضغط على العلامة الخضراء، وهنا تم إلغاء تفعيل هذه الميزة يعني لإجراء مكالمات صوتية بجودة أفضل. يعني بعد إيقاف تشغيل هذا الخيار إذا كنت تواجه مشكلة مع المكالمات الصوتية، حيث إن بعض الأجهزة لن تقوم بتدعيم هذه الخاصية الخاصة بك. وهنا نكون قد انتهينا، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر.